السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في اليوم الرابع والأخير من المخيم الرقمي لإعداد الرائد المجتمعي. نحن الآن نقوم، يعني هناك الكثير من الذين ينضمون الآن إلينا، يعني حريصون على أن نقبل أو ندخل أكبر عدد ممكن إلى القاعة إن شاء الله، لكن يعني ممكن أن يلتحقوا بنا الآن تباعا يدخلون. اليوم الرابع والأخير هو مسار الاستثمار الاجتماعي. ستكون معنا مديرة الجلسة الأستاذة هبة مركيز من لبنان. الأستاذة هبة هي صحفية معدة ومقدمة برامج، مستشارة في الإعلام الإنساني ومدير تنفيذي لجيل التنمية المستدامة. الآن المايك معك أستاذة هبة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هل الصوت مسموع؟ مسموع مسموع مسموع، ممتاز، تفضلي. بداية أرحب بكم في بيبو، المنصة الدولية المعنية بالعمل التطوعي والتي كان لنا شرف التعرف عليها من قريب. ما شاء الله، يعني جهود جبارة وإنجازات رائعة خلال فترة قصيرة من العمر، جزاكم الله كل خير. أرحب بجميع الحضور في هذا المخيم الرائع، رواد في وجه الأزمات ومعا لصناعة الرائد المجتمعي، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها ويعيشها جميع البلدان في العالم وتحديدا في البلدان العربية. كل الشكر لكم على تنظيم هذا المخيم، وأرحب بالجميع من الحضور الشبابي والحضور المهتم بالعمل التطوعي في كافة الدول، لأهميته في توصيل الفكرة وأيضا لأهمية التشبيك بين الفئات التطوعية والجهات الداعمة للعمل التطوعي. كل الشكر للحضور، كل الشكر لبيفول، وكل الشكر لفريق العمل الساهر على إنجاح هذا المخيم الرائع. سررت جدا في الأمس عندما دخلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي ورأيت التفاعل الجميل مع هذا المخيم لصناعة رواد اجتماعيين في مجتمعنا، وأيضا الشكر لجميع المساهمين من المحاضرين والمدربين في تقديم علمهم ووضعه بين أيدي الشباب للاستفادة منه. نتحدث اليوم عن الاستثمار الاجتماعي، وهو مفهوم جميل جدا. اعتدنا في مجتمعاتنا على الاستثمار الاقتصادي، ودائما نسأل على الربح أو المردود المالي الذي ينتج عن أي استثمار، ولكن لفتني قول جميل جدا لأحد المهتمين بالاستثمار الاجتماعي، وهو يتحدث عن سعادته في تحقيق الربح، ويقول الربح الحقيقي هو في إنقاذ إنسان منا من الجوع والضياع. وهذا هدف رائع جدا للاستثمار الاجتماعي الذي يتجلى في العمل التطوعي، في تقليل الفقر، وفي الكثير من الأمور الاجتماعية التي سيحدثنا عنها اليوم الأستاذ غياث الهواري. طبعا ألفت عناية المشاركين معنا في المخيم الجميل بروحه الشبابية والتطوعية الرائعة إلى أن هذه المحاضرة ستكون مدتها ساعة، من الساعة 12 إلى 1، وبعد ذلك هناك نقاش لمدة 20 دقيقة، وفيما بعد هناك استراحة من 21 دقيقة إلى 1:30. وطبعا خلال النقاش نأخذ الرسائل مكتوبة والأسئلة مكتوبة، ونحاول قدر المستطاع أن نأخذ أبرزها لنسألها للمدرب. وأيضا أود التأكيد على جميع الحضور بإبقاء الميكروفون والكاميرا مقفلة ليتسنى لنا الجميع تحقيق الجو الهادئ والاستفادة من معلومات الأستاذ غياث الهواري. طبعا الأستاذ المدرب غياث الهواري هو يعمل في مجال تصميم الاستراتيجيات والأعمال والابتكار المؤسسي والمجتمعي، وهو أيضا مهتم في تصميم الأعمال المرتكزة على الإنسان في قطاع الأعمال والقطاع الشبابي والتربوي والإعلامي، وقد ساهم في تأسيس العديد من المبادرات والمشاريع التنموية، وهو مستشار تنفيذي للعديد من المؤسسات والشركات في المنطقة العربية. نفذ الأستاذ غياث الهواري العديد من الاستشارات والأعمال البحثية الميدانية في مجال تطوير الأعمال والاستراتيجيات للعديد من الشركات المتوسطة والكبيرة في المنطقة العربية. له العديد من الأبحاث والإصدارات في مجال القيادة والاستراتيجيات والابتكار، وهو مؤلف ومشارك في
مؤلف ومشارك في التأليف للعديد من المناهج التدريب في مجال إعداد القادة والابتكار الاجتماعي، ومعتمد للعديد من المؤسسات المهنية العالمية في مجال القياس ومنهجيات الابتكار والتأهيل القيادي. وأيضا هو مؤسس شركة سبر تصميم الأعمال التي طورت العديد من المشاريع النوعية في المنطقة العربية، ومؤسس منظمة قدرة لحلول التطوير المجتمعي في تركيا. طبعا له أيضا العديد من الصفات، ولكن ما شاء الله نكتفي بهذا القدر ونترك المجال لنستفيد من علمه وخبرته في مجال الاستثمار الاجتماعي، ونترك له الميكروفون. أهلا ومرحبا بك. شكرا أستاذ يهبه، السلام الله عليكم جميعا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني في لوازم من الشكر، بداية الإخوة في بيفول على رأسهم أستاذ المهندس حسن، أستاذ أبو حسن بشار الحراكي الله يحفظه، شكرا له يعني إتاحة الفرصة في المشاركة في هذا المخيم، وأيضا يعني لمبادرة بيفول في إطلاق يعني أول تجربة أو تجربة في خلينا نقول البودكاب الإلكتروني أو المخيمات الإلكترونية، وأيضا الاستجابة السريعة لما تمر به المنطقة الآن من أزمات. فنسأل الله لهم القبول بداية والشكر يعني، وأن يكون يعني هذه بداية مشاريع يعني بفول المتجددة دائما في نشاطاتها. فالشكر يعني على هذه الإتاحة بداية. شكرا أستاذ هبة على أيضا المقدمة، وايضا نشكر الشباب جميعهم المشاركين على يعني التزامهم وحضورهم معنا، واتمنى اليوم ان يكون هذا المحور مستكمل لما بدات فيه محاور يعني المؤتمر، وكما تم تصميم المؤتمر من الاخوه في بيفول، فنتمنى نكون تجميع كل الصوره الكليه للمؤتمر في هذا اليوم. وايضا يعني دعونا نضع يعني نؤسس الركن الاساسي او احد اركان الرئيسيه للمؤتمر، هو يعني الاثر الاساسي للابتكار الاجتماعي او الرائد المجتمعي، هو ان يبدا بالاستثمار الاجتماعي. فان شاء الله نتمنى اليوم اني في هذه الساعه من هذا الوقت انني ان شاء الله تعالى اغطي المحاور الرئيسيه ونشارككم يعني مجموعه من الافكار والممارسات وايضا الادوات والموارد التي يعني نأمل أن تزيد الفائدة من هذا يعني من هذا اللقاء معكم. لقاء اليوم معكم شباب، حنغطي معكم الإخوة والأخوات الكرام بعض النقاط الرئيسية. حأحكي على مفهوم الاستثمار الاجتماعي أو مفاهيم حقيقة، لأنه القضية هي لا تتعلق فقط في عملية، هو مفهوم كونسبت مركب يحتاج إلى أن يعني أن يتم وضوح يعني أن يكون واضحا للجميع، أن يكون يعني ملموسا، يستطيع أن نستطيع أن نستخرج منه أشياء عملية. فحبدأ على بعض مفاهيم في الاستثمار الاجتماعي. في نقطة ثانية سأتحدث عنها، الاختلاف عن بقية أشكال الاستثمار. طيب ما هو استثمار؟ نعم هو استثمار ولكن اجتماعي، فكيف حيكون، وين النقاط التوافق وين الاختلاف؟ في عندي حتتين حاشتغل عليهم، 5 تساؤلات مالية للرياديين بيسألونا دائما عليها والاجتماعيين بالذات يعني، وهنا 5 خصائص للمستثمر الاجتماعي أيضا سأكون يعني سأمر عليها ضمن هذا اللقاء معكم بإذن الله تعالى. وأخيرا طبعا أفكار ملهمة أو كيف نستلهم بعض الأشياء في الاستثمار الاجتماعي، لعلها يعني تخلينا نفتح بعض نقاط عملية بعد انتهائنا من هذا المؤتمر بإذن الله تعالى، ويعني جعل أن يكون له أثرا مباشرا وعمليا في حياتنا. هذا خلاصة يعني لقاء اليوم معكم ضمن الوقت، وبعد ذلك إن شاء الله كما ذكر الإخوة والأخوات أو الأستاذة هبة أخذ الأسئلة أو التوضيح بهذا الأمر. خلينا شباب يعني الموضوع شوي بده خلينا نقول هيك صحصحة وتوضيح حتى ما تضيع المصطلحات والمفاهيم، ونعرف تماما كيف عبتوا أولاد وكيف الأشياء يعني بصير فيها ديناميكية التنفيذ بحياتنا اليومية. المفهوم مفهوم الابتكار السوشيال يعني انفستمنت او نسميه الاستثمار الاجتماعي، هو ابن بيئه اكبر منه، هو ابن هيك حقل كبير من الحقل الدلالي، ما له جديد حقيقه، هو القديم ولكن كان يؤخذ له باسماء متنوعه ويطرح ب يعني بهيك باشياء يعني تصلنا تباعا، فبكون احنا احيانا بناخذ الفكره بدون ما نعرف منين اجتها وكيف وصلت. خليني لكم انه المؤتمر كله اليوم اللي تم يعني من اليوم الاول الى اليوم الى هذا اليوم، وفكرته كلها هي تنتمي تحت ما نسميه حقل مهم جدا اسمه سوشيال فاليو شباب، اللي هو قضيه ما نسميه نحن القيمه الاجتماعيه. القيمه الاجتماعيه ما لها جديده،
ولكن كانت دائما في الادبيات 20 30 سنه السابقه ما كانت تظهر. خلينا نحكي عن المنطقه العربيه والعالم الاسلامي، عدم ظهور القيمه الاجتماعيه في العالم العربي والاسلامي، التحديات الاساسيه في هذه المنطقه الدائمه، تحديات المتعلقة في عملية أنظمة الحكم، في متعلقة في عملية الأنظمة الاجتماعية، القوانين، تأهيل الناس اجتماعيا. دائما العلم عمل اجتماعي بتمتلكه الناس الأحر، يعني المجتمع، مقابل في هناك قوى ثانية اللي هو قطاع الحكومي، في القطاع الخاص، ثم في قطاع اللي هو كما سميناه أو بسموه القطاع الثالث اللي هو كان ينسب إليه أن يقوم بالعمل الاجتماعي. لكن حقيقة هذا مفهوم قاصر. القيمة المجتمعية أو القيمة الاجتماعية يا شباب هو مسؤول، هذه مسؤولية كل يعني كل مكونات المجتمع وليس مكون واحد اللي هو والله العمل الخيري أو العمل الاجتماعي. السوشيال فاليو هو موجود في المؤسسات الحكوميه، مفترض يكون من المؤسسات الصناعيه، موجود يكون موجود في المؤسسات التربويه والجامعيه، في محاضن التربيه والتعليم، ايضا موجود في مبادرات اللي نستطيعها مثل التطوع، او موجود في العمل الخيري، او موجود في حتى طبعا الاستثمار الاجتماعي، واهم صيغه حقيقه كما سنرى بعد قليل متعلق ايضا في عمليه وجوده في 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 ثقافة الأمة وتاريخها، منذ أن بدأ يعني العمل الوقفي والعمل الخيري والأوقاف والزكوات والتطوع وعملية يعني الصدقات الجارية ومفهوم العطاء الكبير الغني في تاريخنا وفي ممارساتنا في المجتمعات العربية والإسلامية، إلا أن هذه الممارسات وهذه يعني الأعمال تعرضت كغيرها من العلوم إلى نوع من التقليدية، إلى نوع من الروتين، إلى نوع من عدم الفاعلية. القيمة المجتمعية شباب social value أو القيمة الاجتماعية هو مفهوم كامل مكون من عدة يعني خريطته الذهنية مكون من عدة مكونات. بداية شباب يجب أن يكون هناك قادة مجتمعيين لديهم وعي تماما بغايات مجتمعهم، لديهم غاية في عندهم ما يحركهم، في عندهم مفهوم تغيير حقيقي لمجتمعهم أو تطوير أو نوع من استثمار أصول المجتمع كما يسمونها. القيادة المجتمعية هي الأساس رقم واحد دائما في إنه أناس لديهم وضوح غاية في تغيير مجتمعاتهم، مبنية على فهم احتياجات المجتمع، مبنية على قيم المجتمع، مبنية على ثقافة هذا المجتمع، مبنية على الاستثمار الأفضل لأصول هذا المجتمع. وهذه نقطة كتير مهمة، القيادات المجتمعية بتهدر أصولها المجتمعية، كما يعني أنا هون أمر على الشباب اللي بيحط بعض الملاحظات يعني ممكن يكون مفيدة. أنا أتحدث في النقاط، فمثلا هناك كتاب أنصح فيه بعض الإخوة ذكره أستاذنا ويعني أحد يعني أعتقد علماء المنطقة العربية الله يحفظه الدكتور مصطفى حجازي، له كتاب اسمه الإنسان المهدور، يتحدث فيه عن قضية الهدر للمجتمع. الإنسان المهدور له كتاب سابقا اسمه الإنسان يعني المقهور، ثم كتب بعد 10 سنوات أو أكثر من الكتاب الأول آليات الهدر الموجودة. القيادة المجتمعية شباب هي عكس ديناميات الهدر، هي تركز على الاستثمار، هي على حفظ الأصول، أصول الناس من المواهب، الأصول المجتمعية من الأماكن، أصول مجتمعية من التاريخ والثقافة والأصالة، الأصول المجتمعية من أيضا من خيرات البلاد الملموسة والغير ملموسة كاسمها المعنوي وتاريخها، وبالتالي مواردها البشرية، مواهبها، رموزها، شبابها، بناتها، وهي تعتبر طاقة كبيرة، ليس فقط الطاقة هي طاقة النفط. يقول دكتور مصطفى حجازي يعني في بعض الأفكار ذكرها في كتابه، أحيانا الهدر الذي يتعرض له كم يعني مجموعة شبابية في منطقة معينة أو في بلد معين قد يكون العائد على الهدر والخسر والفقد أكثر من عوائد آبار نفطية في دول أخرى تمتلك النفط. فبالتالي وجود قيادة مجتمعية تفهم تحريك الموارد المجتمعية ويكون لديها رؤية بأن هذا المجتمع من الحق أن يعيش حياة فيها من العدل، فيها نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من الإنتاجية، فيها نوع من الاستقلالية، فيها نوع من الكرامة، فيها نوع من المبادئ التي يعني أقيمت عليها كل المجتمعات اللي هو العدل والتي وعدم والمساواة وكل ما يتعلق في كرامة الإنسان سواء في كل يعني في كل مكوناته وفي كل أطيافه وفي كل يعني
خلينا نقول مذاهبه واعراقه، بدون عرقيه، بدون تعصبيه، بدون مذهبيه. قضيه القياده المجتمعيه شباب قضيه جدا اساسيه، واليوم تقريبا اذا ما نقول في عندنا اهم يعني استثمار اساسي هو توليد قيادات مجتمعيه تاخذ بهذا الدور وتكون لديها الحساسيه ولديها خلينا نقول يعني روحيه فهم ناسهم والاستجابه لاحوال الناس تبعهم واخذ زمام انه بدلا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ خلينا نقول من الهدر ومن اللغه اللافاعله الى الفاعليه، من الكلالة والعجز إلى نوع شباب إن شاء الله تعالى من الفاعلية. لا نكون كلنا على مولانا، إنما توجهنا لنأتي بخير. هذه أعتقد يعني اليوم من أهم أجندات اليوم يعني التطوير المجتمعي في المنطقة العربية، إيجاد وتطوير قيادات مجتمعية ليكون لديها هذه الرؤية. لأنه شباب من هنا تبدأ فهم السوشيال فاليو. إذا ما في قيادات مجتمعية ما في يعني سيبقى الموضوع حبيس الممارسات اللي لا تعطي النتائج المطلوبة منها. وجود قيادة مجتمعية هو اللي يطلع منه يبدأون ويتحركون. طيب ما هي الاحتياجات التي يجب أن ننطلق إليها؟ ما هي المواد اللي نمتلكها؟ عملية فهم التحديات المعقدة الموجودة في المجتمع والسعي لإيجاد حلول لها وتحقيق أهداف يعني في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتحقيق حل لهذه التحديات من موارد المجتمع هو مفهوم الابتكار الاجتماعي. إذا مرحبا بكم إلى الاستجابة. استجابة القيادة المجتمعية هي الابتكار الاجتماعي، social innovation. مش فقط التكنولوجي، مش innovation. طيب ما الفرق بين innovation العام والsocial innovation؟ الأخوة أظن يعني في الأيام السابقة مروا على مفهوم الابتكار الاجتماعي، بس أنا بدي أكد تماما على حتى الابتكار الاجتماعي ينتهي بوجود تصور ما قد أتى من 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 احتياج للمجتمع، من احتياج التحدي اللي احنا عايشين فيه قمنا له باستجابة. إذن هناك مسؤولية، هناك تحدي، هناك استجابة. ابتكار اجتماعي استجابة شباب. ليش هو ابتكار اجتماعي؟ لأنه هو مبني على موارد المجتمع، على معطياته، على تحدياته، على للتحديات اللي نسميها نحن الكومبليسيتي المعقدة، مش التحديات البسيطة. الشباب والله ما عندهم خبز تعنا من الفرن. الشباب هذا ابتكار اجتماعي، الاستجابة مباشرة. نحكي نحن على المشكلات المعقدة الأنظمة فيها متداخلة، الكومبليسيتي يعني البروبلم، المشكلات المعقدة تدخل فيها نظام التعليم مع نظام القانوني مع نظام التربوي مع نظام السياسي. أربعة أشياء وجهوا تحدي، طلعوا مشكلة. هذه المشكلة لا يمكن حلها من طرف نظام واحد أو جزء واحد. المشكلة بحلها نظام واحد لا تعتبر مشكلة معقدة. أقصد في مثلا مشكلة بدها فقط فسح قانوني شباب، رحنا جبنا فسح قانوني، هذه مو مشكلة، هذه مشكلة بسيطة حلتها جهة معينة. لكن أحيانا في مشاكل أصبحت مركبة، جزء منها عن جهة وجزء منها عن جهة تانية، جزء منها متعلقة بالتربية، جزء منها متعلقة بأنظمة قانونية، جزء متعلقة بثقافة عند الناس بدنا نغير تحتاج تغيير وتطوير، جزء منها متعلق في تراكمات. هي العملية هي عملية استجابة القادة لاحتياجات مجتمعاتهم اسمها ابتكار اجتماعي. إذا مش هو عملية فقط إنه والله حل ولقينا له مشكلة صار اسمه ابتكار، لا، هذاك أصبح تصميم حل، إيجاد حل مشكلة، أمر سعينا باستجابة طارئة ممكن نسميها. ولكن الابتكار هو يأخذ المجتمع إلى أن يحل مشاكله المعقدة اللي تم رصدها وفهمها من قبل قادة المجتمعي. ابتكار اجتماعي شباب ينتهي بعدة مخرجات. فقد يكون عنده نموذج، يطلع نموذج أولي بروتوتايب، يقول والله نحن هذه المشكلة اللي حنشتغل عليها وهذا النموذج الأول. إذا تحول هذا النموذج الأولي شباب إلى عدة استجابات، فممكن يخرج هذا النموذج المبتكر فيتم تحويله إلى مؤسسة حكومية بتنفيذه، أو يتم تحويله إلى مشروع. إذا تم تحويله إلى مشروع هنا يأتي ما يسمى عنوان مؤتمرنا الرائد المجتمعي. الرائد المجتمعي هو الذي يأخذ الحل الابتكار الذي خرج من الابتكار الاجتماعي ويضعه ضمن إطار مشروع متكامل أصبح اسمه رائد مجتمعي. قد يا شباب الريادة المجتمعية بقى تظهرون تخرج عدة صور وعدة استراتيجيات وعدة سيناريوهات منها، فقد يكون الابتكار يخرج مؤسسة ربحية، قد يخرج منها مؤسسة اجتماعية، قد يخرج منها مشروع تطوعي، قد يخرج منها مؤسسة خيرية، قد يخرج منها وقف
أوقاف وسأتحدث على أنه من أهم صور وتشكلات الاستثمار الاجتماعي إذا ما أردنا أن نقارب هذا المفهوم مع ممارسة موجودة عندنا في تاريخنا العربي والإسلامي، فسنجد أن الوقف كان وما زال يلعب دورا مهما في فهم في تطبيق كثير أو في تغطية بعض معاني الاستثمار الاجتماعي، بل حتى أن الوقف بيتجاوزها بأشياء كثير. إذا لما أنت بتصمم، نجي للمفهوم الثالث، لما أنت بتصمم نموذج عملي تمام يستجيب بهذا الأثر الاجتماعي ويحل المشكلة اللي وجدت له ويراعي مكونات المبادرة كلها مجتمعيا ويخفف من الهدر ويزيد من فاعليتها ويحقق الاستدامة فيها ويحل مشكلة مقاسية. لاحظوا هنا في نقطة مهمة تأخذنا رابع يعني مكون موجود لديكم في السلايد شايفينه، اللي هو قياس الأثر والعائد الاجتماعي. ما في شباب واحد بيشتغل بالعمل الاجتماعي بعدين بيقول والله نحن عملنا يعني أثر ممتاز، شو اللي عمل؟ والله الناس حكت عنه بشكل جيد. حكي الناس عنك بشكل جيد مش أثر أخي. تداول الخبر أنه أنت عملت هذا الموضوع لا يعني أنك أنت أحدثت الممارسة المطلوبة وأحدثت التغيير السلوكي أو التغيير المطلوب أو الممارسة اللي لازم يظهر أثرها على الناس في تغيير سلوكياتهم أو النتائج عم يشتغل عليها أو أنه المشكلة أو التحدي اشتغلنا عليه نحل أو الإيجابية اللي حبينا ننشرها بين الناس تم يعني نشرها وتبنيها من الناس. هنا إذا حتلاقوا مصطلح اليوم هو كتير شائع أو ممكن تسمعوا عنه، أنه نقيس الأثر أو أحياناً يا بتقيسوا أثره أو أحياناً بتقيسوا عائده الاجتماعي. شو يعني عائده الاجتماعي؟ أي القيمة الاجتماعية بطريقة مالية، كيف أثر هذا المئة ليرة أو مئة دولار على أن يقدم حلول تساوي 300 دولار؟ كيف وفر هالمبادرة الوقفية مبلغ وقدره 40,000 دولار؟ كيف وفرت أو كيف أثرت أو كيف تم إنجاز هذا العمل بموارد المجتمع اللي هي تقدر بهذا المبلغ، ساعات التطوع مع ساعات الخبراء مع الـ مع الـ أو مع الأماكن اللي قدمت لنا بطريقة مجانية، مع أحيانا بعض الناس وضعوا بعض المبالغ. هذا المبلغ اللي قد نفترض مبلغ، وأنا سأستخدم الدولار كوحدة قياسية نوعا ما، 100 دولار، فبالتالي كيف أثرت على حل مشكلة كان بدها آلاف الدولارات. بالاستثمار الاجتماعي شباب أو الابتكار الاجتماعي، المال هو رقم 3 مو رقم 1 في الأولوية. رقم 1 في الابتكار الاجتماعي دائما القيادات المجتمعية. رقم 2 وجود سوشال، مجتمع بنسميه نحن مجتمع معافى أو تريد أن تعافي أنت تستجيب لاحتياجاته. رقم 3 بنحكي فيها الموارد واللي على رأسها واللي من أهمها الموارد المالية. رجاء سوشال فاليو إذن في إله، إذن هو ابن حقل دلالي كامل، ما تخلطوا بين العبارات، ما نخلط بين الممارسات. وإن شاء الله يعني هدفنا من هذا اللقاء كانت وضع النقاط على الحروف حول هالممارسة، وأيضا يعني الانتقال فيها والاستفادة منها أكثر في فهم يعني في فهم على ممارساتنا أو مبادراتنا أو شركاتنا. طيب إذا في قيمة اجتماعية social value وفي money value، في قيمة، في قيمة المالية أو القيمة التجارية أو القيمة، قيمة الأعمال business value، business value ومنسميها social value. دول اثنين هن شباب ما بينهما كان في صار لأدبيات الاقتصاد، الاقتصادات السابقة كان المال والمجتمع والأثر كانوا يعني يمشون دائما في معا في 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 بناء المجتمع. طبعا تأتي على مدارس اقتصادية ومزات 200 عام السابقة خرج مدارس كثيرة جعلت أحيانا انفصاما نكدا بين القيمة المالية والقيمة الاجتماعية. المفهوم العربي والإسلامي للقيمة هو لا ينفصل القيمة المالية عن القيمة الاجتماعية. نحن عندنا عندما نخرج الزكاة التي تعتبر من أهم، أنا أعتقد أن الزكاة شباب من أهم أنواع التداول الذي يجمع بين القيمة المالية والقيمة الاجتماعية، 2.5% أو 3% من مليارات الدولارات بيملكها المسلمين في العالم، كفيلة بأنها بالأرقام شباب، بالأرقام والأبحاث الاقتصادية عملوها إخوة كتير في المجال، يعني في مركز أوكسفورد للدراسات الاقتصادية، في بعض المراكز في ماليزيا، في حتى في المملكة الأمريكية، حتى في بعض الدول الأوروبية، بعض المبادرات العربية درست إنه مبلغ الزكاة كم ممكن يحل من كم له اقتصادات الزكاة، يعني حتى البعض بسميها اقتصاديات الزكاة. ولكن مرة أخرى شباب المفهوم عظيم والممارسة تحتاج إلى 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 مدافع منا الآن إلى إعظام هذه الممارسات، واللي مثل ما ذكرت لكم كشكل من أشكال الزكاة اللي بتاخذ نوع من الأثر. القيمة المالية والقيمة الاجتماعية ما كانت تنفصل. زكاة في 10 سنوات أو أكثر من فترة زمنية أنا كنت زائر في صنعاء وكان أخذ أيام
ايام اخر يوم في رمضان يعني في اليمن المدني العظيم، في يعني في صنعاء المدينه العظيمه والجميله هي واهلها، نسال الله الفرج عنها وعن جميع بلاد المسلمين. هذه المدينه التاريخيه والعريقه والعظيمه مثلها مثل دمشق في اخر يوم من ايام رمضان، في مقال كتبته بزماناتي ولم اجده، نشرته في جريده يمنيه ووضعت له بعض الحسابات، ما الذي يحدث في اخر يوم من ايام رمضان؟ ما الذي يحدث في اخر يوم من ايام رمضان اقتصاديا؟ الذي يحدث أن كل المسلمين في المدينة يخرجون شباب زكاة الفطر، المبلغ البسيط الذي يعني يدفعه كل مقتدر بما يكافئ ربع إلى نصف دولار في كل بلد معين. الذي يحدث شباب في مدينة مغلقة أو في مدينة سكانها لأنه يدفعه أهل المدينة، عدد سكانها 3 ولا 4 مليون مثل دمشق ولا مثل صنعاء، أن يخرج في يوم واحد مبلغ ويقدر 3 أو 4 مليون دولار. المستثمرين والتجار الاقتصاديين الذي لا يفهم القيمة الاجتماعية يقول يعني هذا مبلغ يحرك أكبر اقتصادات في يوم واحد، يصرف على الأسواق المحلية، الفقير يشتري لأولاده، الشخص اللي كان ينتظر أن تأتيه هذه الفطرة أحيانا يأخذ الفطرة حتى يروح يشارك فيها الآخرين. لا يوجد فصل حقيقة، يجب أن لا يكون فصل بين القيمة المالية والقيمة الاجتماعية. مرة أخرى تم هذا الفصل ضمن المفاهيم الكثيرة اللي فصلت في حياتنا، فأصبحنا نفصل بين العلم والحكمة، بين القيمة المالية والقيمة الاجتماعية، بين العمل والعلم كأنه المفترض العلم منفصل عن العمل، بين الأخلاق والدين وكأنه الدين شيء والأخلاق شيء آخر. هذه نعم بعد إذنك، كلامك رائع وحريصين جدا أنه جميع الحضور يسمعوا، فبدنا منك بس ترفع صوتك شوي ليتمكن طيب. الجميع من سماع. أوكي ماشي شباب، الصوت هيك أفضل، خلينا نقدم الهات. ارفع واضح؟ الصوت شوي لو سمحت. طيب واضح هيك الصوت يا جماعة شباب؟ أوضح يا أستاذة هبة؟ أيوة أوضح. نعم نعم. طيب إذا نقيم أحياكي، إذا القيمة المالية والقيمة الاجتماعية، ما هي القيمة المالية؟ الشركات التجارية، وكما في تقرير لأحد شركات بي دبليو سي، أحد الشركات الاستشارية، بتقول لك الآن أو كيف عودة ما نسمي إلى كابيتال سوشيال انتربرنور، عودة رأس المال الاجتماعي. هناك في عام 2019 طلع التقرير عم يكون إنه الآن في عودة إلى 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 نشاط السوشيال انتربرايز، الشركات الاجتماعية. طبعا خلينا نشوف شو هي الشركات الاجتماعيه شباب، على محوري القيمه الماليه والقيمه الاجتماعيه، في شركه تجاريه على اليمين وفي منظمات خيريه وعلى اليسار. الشركه الاجتماعيه التجاريه العائد المالي هو بالنسبه لها اول، احكم معنا بالبزنس، احكم معنا بالريفينيو، بالارباح، بالبروفيت، بالعائدات الى اخره. بالمقابل المنظمه الخيريه بتقول لك اصلا نحن لا ينبغي ان نتملك، نحن جماعه بياتينا المنح ونعطيه للاخرين. واحيانا اليوم في سنوات العشرين الاخيره اصبح مزج احيانا ان يصال لديهم بعض الاستثمارات، او المنظمات الخيريه تمتلك بعض الاوقاف اللي بتعمل لها ادراء. المؤسسات الاجتماعيه شباب هي بالنص، السوشيال بسموها انتربرايز، الشركات الاجتماعيه هي تغطي تكاليف من توليد قيمه، هي تعيد الارباح في مشاريع اجتماعيه، هي تزرع وتعزز قيمه الربحيه او تولد قيمه في عملها، قيمه اجتماعيه وقيمه ماليه. اذا حديثنا شباب، نحن هنا، نحن في الوسط، نحن في مكون، نريد ان نصمم تكوين مؤسسه مبادره، شركه اسمها شركه اجتماعيه، تجمع بين العمل الاجتماعي وبين العمل، تولد قيمه اجتماعيه وتولد قيمه ماليه. 66% في كتاب في دراسه ب 2017 سوشيال انفستمنت اسمها، سنتر فور شيريتي افكتيفنس، هو دراسه بلندن، 190 منظمه خيريه حول العالم ب 2017 اخره يعني عاملين اول 2018، القيمه الماليه 66 من ال 196 منظمه يرون ان الاستثمار الاجتماعي يشكل تحول ايجابي في نموذج عملها. ممتاز، انا عم اشتغل عمل خيري، انا عندي مانحين سواء واقفين او مانحين، او انا عندي كاش تدفق جيد، طيب هذا الكاش عوض ما روحه انا في هيك في قطرات صغيرة لا تغني من جوع، تمام، لا تسمن من جوع ولا تغني عن جوع ولا تملك فقيرا ولا تمكنه. فشو رأيكم نعمل خطوط تطلع هذا المال الصغير نعمله بإمباكت قوي؟ فوجدوا أنه فعليا 66% يرون أنه هذا تحول مهم في نموذج عملهم البسيط. 77% الشركات كانت مصحصحة أكثر، ودائما البزنس الشباب يكون مصحصح أكثر، بيقول لك الشركات بتقول لك لا، الأثر الاجتماعي السوشيال امباكت حيكون من أولوياتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية بداية 2019. الكلام 11,000 قيادي دي لو تعملت الشركة دراسة شباب اسمه Global Human Capital Trend Survey ب 2018، كمان طلب أول 2019، نحن عم نحكي شباب يعني ب 10-12 شهر الماضيين اللي مضوا. الأهم
انه بعد الان ما جرى في تحدي كورونا هذا اللي الان انتشر اللي اصاب المجتمع العالمي كله، اصبح التحدي اكثر، اصبح الاستجابه للسوشيال امباكت الان تعتبر هي من احد الاستجابات الذكيه والفاعله عند كثير من صناع القرار. اذا حتى اقسم الكلام ما طول عليكم، عرفتوا انه اذا هو ابن سوشيال فاليو، هذا مصطلح كثير نحط براسنا، هو مبني في مفاهيم اساسيه. احنا عم نحكي على الاستثمار، انك تشتري ممتلكات او منتجات او خدمات وتولد منها، شوفوا شباب الكلمه الجميله اللي بتطلع منها اسمها توليد قيمه، بيسموها كرييت فاليو. كرييت فاليو يعني تولد قيمه في حياه الناس، وهذا بحد ذاته شباب نوع من اللي يعني يعتبر من الاحتساب، انك انت تولد قيمه، انت تخفف الم عنه لما بتعمل شيء او بتزيد من حياتهم او من رفاهيتهم او من انتاجهم او من تعلمهم او من امانهم، وهذه كلها اشياء تعتبر قيم معنويه مع القيم الماديه. سوشيال امباكت هو التغيير اللي بنحدثه في المجتمع او البيئه، واللي يكون مبني هذا الامباكت على منفعه الناس او حل مشكله معينه. اذا هذا اذا مصطلح رقم 2 بمر معاكم. رقم 3 حتلاقوا حاجه شيء اسمه سوشيال انفستمنت، او بسموها امباكت انفستمنت، استثمار اجتماعي، وهو استثمار يهدف الى احداث اثر ايجابي في مجتمعنا وبيئاتنا بالتوازي مع انه نحن يكون عندنا استدامه ماليه او عائد مالي. والمؤسسه المجتمعيه هي التي تقوم بالاستثمار الاجتماعي وتحقق الربحيه وتحقق الاستدامه ضمن استجابه مجتمعيه او تحدي اجتماعي موجود تريد ان اثناء وجودها تقوم فيه. اذا هذول العبارات تقريبا خلينا نقول المكونات الرئيسيه للخلطه اللي دائما بتحركوا فيها شباب السوشيال انفستمنت، ويعني خلينا نقول يكون حاضره بالنسبه لهم العمليه تبعهم. طيب بتقلي خلينا نحكي كيف يمكن الاستثمار الاجتماعي، خلينا نميز اكثر شكله عن اشكال الاستثمار العاديه. شوفوا بدايه طرق التمويل شباب، طرق التمويل بحد ذاتها من الاستثمار بالطريق راح خلينا نحكي فيها القيمه الماليه. الاستثمار بطرق التمويل اما بيكون راس مالي قروض وسندات وانشاء كابيتال يعني رؤوس اموال تستثمر، او اذا كان الشخص عم ياخذ مقاربه استثنائيه بيعمل مضاربات او مرابحات او استصناع، او يبدا بقرض، او يبدا حتى احيانا خلينا نقول بكابيتال يستدينه قرض حسن فيبدا باستثماره بهذا المشروع. طرق تمويل العمل الخيري اما المنح واما التبرعات، ما فيش عنده اكثر من هيك، واما النموذج اللي بيجعل العمل الخيري دائما له شوي هيك تركيز اذا صنفنا الوقف ضمن الاعمال الخيريه. وانا يعني وفي اساتذه افاضل اليوم معنا استاذه دكتوره عبد الحليم واخوه لديهم يعني لديهم تصور مطور ومعاصر عن موضوع الوقف. لا نرى ان الوقف هو فقط في العمل الخيري، الوقف نراه هو موجود في الاستثمار والاستثمار الاجتماعي والعمل الخيري، ولكن هو لانه عرف عن الوقف انه لا يتقاضى اموال من الناس او انه دائما مرتبط في فعل الحسن للناس، فخرج عنه صيغه انه هذا الوقف ممكن يكون له اشكال ثانيه، او اصبحت الصوره الذهنيه عنه مش اللي ما بتعطي كما يقال يعني حقه من اسم ومضمون مهم جدا في حياة الناس. استثمار اجتماعي شباب، أدوات الاستثمار مثلا منها أنك أنت تعطي، منها طبعا أحد أشكال بدنا نقول عنها المايكرو فاينانس، إن كانت التمويلات بالشروط الصغيرة أو طويلة المدى أو المنخفضة القروض أو منخفضة يعني الفائدة لمن يعني يعمل في المجال وما عنده مشكلة في موضوع الفائدة، لكن بيعتبروها في بعض المؤسسات الأوروبية إطالة السداد بحد ذاته، إطالة السداد يعتبر خدمة اجتماعية أو لشركة اجتماعية. أيضا بالاستثمار الاجتماعي لا ينظر فقط في تقييم المؤسسة في وضعها عائد المالي، بل أيضا ممكن ينظر إليها كعائد مجتمعي، قديش أثرت في حياة الناس، وبالتالي ممكن أن يكون لديها استثمار هجين لدعم هذه المؤسسة من خلال مثلا حملات تبرع لها، من خلال حملات تدخل حكومي كما يفعل السوشيال انتربرايز في بريطانيا، تتدخل في المؤسسات لها أثر اجتماعي وللحفاظ على استدامتها وعلى استمرارها. المجتمع يرى أحيانا أن هذه المؤسسات لها دور، وبالتالي يقدم لها حلول استدامة ويعطيها ما يجعلها مستدامة بشكل أساسي. إذا العائد المالي مع العائد المجتمعي في الاستثمار هو طرق التمويل الموجودة في الاستثمار الاجتماعي أو في الشركات الاجتماعية. خليني أكد على مصطلح سأمر على من أطلقه وكيف يسموها patient capital، رأس المال الصبور. رأس المال الصبور هو ممارسة من ممارسات الاستثمار الاجتماعي، أنه أنا العائد المالي بيقول لك نحن خلينا نعمل عائد مالي يقارب خلال 3 سنوات ولا 5 سنوات. الاستثمار الصبور أحيانا لا،
خلينا الآن بدلا من أن نأخذ العائد المالي خلينا نعود ونضخ في استدامة هذه المؤسسة، وبعدين نقسم استعادة رأس المال على فترة زمنية أخرى، أو قد نوقف المال بعدين، أو قد نمنحه لاحقا، أو قد نعيد تمليكه للجمهور والناس، وبالتالي صار في عندكم أشكال مهمة من أشكال المؤسسات الاجتماعية أصبحت تحقق يعني جزء كبير في حياة الناس الشباب، وفي تجارب سأعرضها لاحقا بهذا الموضوع. طيب خلينا نشوف الفروقات. إذا سؤالي الآن النقطة الثانية، أنا انتقلت للنقطة الثانية في اللقاء بعد ما حددت المفاهيم، إجابة على كيف يختلف الاستثمار الاجتماعي عن أشكال الاستثمار. خلينا نحكي على موضوع التمويل. اتفقنا مشروع ربح بيستثمر، مشروع استثمار اجتماعي هو استثمار ومنح، إذا هو بيركب مكون من عدة طرق تمويلية وصيغ تمويلية له. المشروع الخيري ممنوع أصلا يولد شباب أي قيمة ربحية إلا من خلال المنح، وأصلاً المشروع الخيري مفترض ما يمتلك، مفترض يصرف إلى آخر ما تعرفون من هالموضوع. المنح في السنوات اللاحقة، مشروع ربحي ما فيش أصلاً بعد سنوات إنه أنت دبرت حالك استمريت، ما دبرت حالك بتسكر. الاستثمار الاجتماعي شباب هو يحتاج إلى المشروعات الأولى، لأنه عم تستجيب لاحتياج جديد على أنظمة جديدة في المجتمع، قيم جديدة لسه الناس ما أنا معتادة عليه، وأنت فتحت شركة أو مبادرة الناس لم تتألفها، فأنت بحاجة إلى السنوات الأولى لا تحتاج إلا إلى تكاليف استدامة لك. أما لاحقا فأنت بتصير بدك مطلوب جزئيا، بحيث أنه استدامة المشروع الاستثمار الاجتماعي بتخليه هو يحفظ استدامته. أما المنح في السنوات السابقة في موضوع المشروع الخيري بعد تأسيسه، فطبعا إذا توقف المنح يتوقف المشروع، إذا توقفت مشروع معين مانح 3 سنوات عبيب المشروع، بعد 3 سنوات أوقف، فغالبا للأسف الشديد تجدون أنه كثير من المشاريع تغلق وتوقف إلى خلاص نحن ما عاد في إنها منح، دون أثناء التفكير على موارد أخرى لاستدامة هذا المشروع. هل يهدف إلى تحقيق أثر اجتماعي الاستثمار شباب؟ ما نضحك على بعضنا، مش لك لا هو يفعل دائما للناس وكذا، هو هدفه استثماري وهو تمويلي. حتى بيقول لك نحن وين الآن الاستثمار يكون، وهو ليس شريرا طبعا، مشان ما يطلع بعض الناس من الشركات المالية دول، لا هدول ما زال هن الأصل شباب، ولكن ما يحمل احد لك. انا عم بعمل قيمه عامه اجتماعيه قيمه حقيقيه للناس، لكن ما بهدف انا انه من خلال مثلا اني افتتح محل معين اني انا غير تحدي معين او انا مسؤول عن تغيير مجتمع معين. الاستثمار الاجتماعي لا، بده يكون احد استراتيجياته، احد اهداف وجوده، احد غايات وجوده، اما يغير سلوك في الناس، وانما نمط سائد، وانما يغير علاقات قوه في مجتمع معين، واما ينشئ باترن انماط جديده في المجتمع، واما يخفي عادات وأنماط جديدة في المجتمع. فله أهداف تغييرية واضحة وغالبا تكون إيجابية، ولا يعني أبدا أنه في شركات اجتماعية شباب قد يكون لها أهداف لا تحقق أهداف المجتمع، فبالتالي يكون لها أثر سلبي. المشروع الخيري طبعا يهدف إلى أثر اجتماعي. من أيضا هل يحقق تحقيق عائدات المالية؟ المشروع الربحي بده عائدات مالية، الاستثمار الاجتماعي بده عائدات مالية، المشروع الخيري في أشكاله التي يعني الشائعة ما بيحتاج أو لا ليس من أهدافه يحقق عائدات مالية. هل إمكان استدامة المشروع المالية؟ طبعا عندما الشركات الربحية عندما تربح فهذا يعني استدامتها أكثر. الاستثمار الاجتماعي طبعا يحتاج إلى استدامة مشروع، بالتالي هو حريص دائما على أي نوع من الاستدامة سواء من أرباح أو الشركاء أو المانحين. أما المشروع الخيري فهي ضعيفة إلى متوسطة، مرتبطة في مدى الحل اللي بيقدمه للناس، الناس بتتفاعل معه. مخاطر توقف المشروع، مشروع ربحي متوسط المخاطر، مشروع استثمار متوسط، مشروع خيري مرتفع بشكل كبير لأنه مرتبط دائما في المانح اللي أبيض. من حيث حلول تجاوز العثرات المالية لتحقيق الاستدامة، المشروع الربحي شباب بده بيستدين، بيربح، بياخد بيعلي هوامش ربحية، بياخد تمويل، بيجيب حصص، بيجيب شركاء يدعو إلى تحويل شكل شركة بسيطة إلى شركة مساهمة، فدائما بيحاول يلاقي حلول للكاش وتدفق الكاش في حياته. الاستثمار الاجتماعي شباب الآن أصبح مصفوفة خليط، هو هجين، هو يزيد من ربحيته أو يزيد من أساليب التمويل المتنوعة. وهنا بدأت تدخل شباب قضايا التمويل الجماعي. هنا التمويل الجماعي شباب هو ابن على فكرة الاستثمار الاجتماعي بالدرجة الأولى، هو عبارة كراوند فاندينج، وعبارة عن أن المجتمع بإجراءات بسيطة يولد مبلغ، هذا المبلغ بيدعم مشروع، هذا المشروع بيعمل قيمة مالية أو قيمة اجتماعية، وبالتالي دخل في هذه الحتة. التمويل شباب بيشتغل على كل، على المستثمر الاجتماعي عنده مساحة أنه يعمل خلينا نقول بورتفوليو، تنويع في عملية الـ يعني تجاوز التعثرات المالية.
اما من اعاده بيع جزء معين او تملك جزء معين، او هو احيانا يندمج تحت كيانات اخرى اذا لاحظتوا الاستثمار الاجتماعي هدفه بشكل اساسي هو دخوله في 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 نوع متنوع من انواع في تنوع موارد المجتمع وفي استفادته من موارد المجتمع سواء كانت ماديه او غير ماديه. من اشكال الشهيره جدا في الحلول انه مجتمع الشركات المجتمعات او الشركات الاجتماعيه شباب دائما مثلا تعفى من الضرائب، تعفى من اجور المكان، تعفى من اجور التشغيل من قبل حكوماتها، وبالتالي هذا بيساعدها انه في السنوات الثلاثه او الاربعه الاولى ما فيش عندها الريسك اللي بياخذ احيانا الكابيتال الرئيسي تبعها. خلينا كمان نوضح اكثر اشكال نماذج اعمال القيمه الاجتماعيه كيف تفرق بينهما، مشان كمان بصير في خلط كثير بين انه طيب الان ما هي النماذج الموجوده. شوفوا شباب بشكل اساسي اليسار شركات في عندها نموذج عمل، المثلث هو شركه تجاريه، الاصفر هو اثر اجتماعي. في ثلاث نماذج، النماذج الاول الشهيره شباب انه اللي هو اليسار اللي هو عنده بزنس ولكن يقدم مساعدات، اللي اذا النموذج الموجود على يسار الشاشه عندكم الاصفر الدائره مستقله عن المثلث، هذا هو الشائع. انا عندي شركتي الله يخليكم لا تصدعوني في قضية الأثر الاجتماعي تبعكم، أنا بساعد في بناء طلع صدقة طلع مسؤولية اجتماعية، هون تقسيمه شباب المسؤولية المجتمعية هي شكل من أشكال الريادة الاجتماعية، شكل من أشكال ممارسات الاستثمار الاجتماعي، ولكن هي ليست استثمارا اجتماعيا بشكل أساسي، ممارسة وأحد أشكال الممارسة هنا بهذه الثلاثية، هذه الثلاثية اللي قال في سلايد عندكم توضح لكم الأشكال المتنوعة في الاستثمار الاجتماعي. فوجود واحد عنده شركة ويدعم عمل خيري هذا الشكل بيسموها external social enterprise، إنه أخي أنا الله يخليكم أنا بربح من الفلافل تبعي ومن الشاورما تبعي وفي جزء من ربحية أنا حاطه في دار أيتام، هذا ممتاز وقال لهم هذا دار أيتام أو هذه المؤسسة دائما أنا بدعمها، أو هو يخرج أرباح ولكن أرباحه من قطاعه الربحي بيحطه في قطاع استثمار اجتماعي، بيقول لك أنا عندي استثمارات في أماكن يسموها بورتفوليو، يعني إنه في أماكن أنا عم استثمر فيها ليس لها عائد كبير لكن أنا راضي لأنه البزنس الرئيسي تبعي هو مكفيني إني أعملها يعني دعم، وبيسموها external social enterprise. طيب في شركات بيسموها integrated social enterprise اللي هو متكاملة، وهذا نموذج بيعملوا منه أحياناً، هنا احيانا بيعملوا مسؤوليه مجتمعيه، هنا احيانا بيعملوا مكتب العمل الخيري في المؤسسه، هنا بيعملوا سوشيال امباكت اوفيس، هنا بيعملوا عده ضمن مؤسسته مبادرات مجتمعيه، وهنا الاشكال الشائعه بالشركات لما بتعمل مبادرات مجتمعيه لما بيعملوا حدائق باسمائهم ولا بيدعموا اطفال ولا سلسله مطاعم ولا مقاهي بتعمل شيء لطلاب الجامعات ولا سلسله من المشافي بتروح بتعمل قسم خاص لها وبتدعم برامج معينه منح طلابيه او الى اخره، هي بسموها شباب انتجريتد سوشيال انتربرايز. الان الشكل الاخير اللي هو عمليا الان نشوءه خلال 10 سنوات السابقه بدا ينشا، هو لا هو بالاصل وجد ونشا بسموها امبيدد سوشيال انتربرايز، اللي هو داخل اصلا في عمليه الانشاء، انا بدايه شركه اجتماعيه الهدف اني انا اخدم شريحه معينه ما طلاب ولا مبدعين ولا طبعا شباب الشرائح اما بوزيتيف اما نيجاتيف، يعني اما مستضعفه واما ممكن. السوشيال انتربرايز بيشتغل على الحتتين، بيمكن الاوايا واحيانا بيشتغل مع مستضعفين مثل طبقه مهمشه او ضعيفه او او او, أو الى اخره مهما كان شكلها من الاشكال. فبالاصل نموذجها مبني على انه نحن بنربح وبنفس الوقت نحن نستغني عن جزء من ارباحنا، او بالاصل اوريدي نحن هوامشنا بسيطه لانه نحن سوشيال انتربرايز سوشيال امباكت تبعنا عالي، وبالتالي استدامتنا هي الاساس ونموذجنا قائم على الاستدامه وعلى الربحيه المحدده. هذا الشكل من الاشكال الثلاثه دول ولدوا عشرات النماذج الشائعه في عمليه يعني اشكال التجاريه او الاشكال الاداريه للشركات الاستثمار الاجتماعي. طيب خلينا كمان ننتقل، يعني ارجو انه كمان وضحت الفروقات بشكل اساسي. خلينا نحكي 5 تساؤلات ماليه للرياديين في الاستثمار الاجتماعي. في 5 اشياء حجاوب عليها يعني بشكل سريع بحكم انه مره اخرى انا بدي اعمل خارطه للمشروع بلقاء اليوم معاكم. فاهم سؤال بيسالنا ما هي الاهميه الماليه لان يكون مشروع ريادي استثمار اجتماعي؟ شو هو يعني ما شو الاهميه الماليه لان يكون هذا له؟ يعني انا خليني عندي مشروع رياده اعمال ليش حتى يكون استثمار اجتماعي؟ خليه استثمار عادي، يعني خليه بزنس انتربرنورشيب، ليش سوشيال انتربرنورشيب؟ هذا سؤال مهم. بنقول له لانه يا سيدنا انت اللي بصير عندك مصادر اوسع من التمويل،
اثنين انت بصير عم تحكي على استدامه اكثر لانه انت صار عندك نوع من خلينا نقول الانتجريتد مع المجتمع اكثر. رقم ثلاثه انت بتحقق الشكلين لما بتنتقل من رياده اعمال عاديه فقط الى رياده اجتماعيه، انت عمليا عم بتحقق خلينا نقول القيمتين في نموذج واحد. وكما ذكرت نماذج الاعمال الجديده بدات الان يبشر لها من سنتين وثلاثه عدم فصل القيمه الاجتماعيه عن القيمه الماليه. فهذا جزء من الاشياء اللي احنا ننصح فيها. اخي اعمل مشروعك الريادي، والريادي شباب مش عم نحكي على سمول بزنس، مش عم نحكي على مشروع ناشئ، نحن عم نحكي على مشروع اظن الاخوه اوضح شو يعني رياده اعمال، دخول الى انت مساحات جديده، الى 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 قطاع او الى ماركت او الى سيجمنت انت ما كان سابقا عنده خدمه. انت اخذت على عاتقك اغلاق الفجوه بين الطلب والاحتياج فانشات هالمؤسسه الشركه، فبنقول لك نحن اجعل مع القيمه اللي انت معك قيمه اجتماعيه لمشروعك، لانه هذا بيعطيك مصدر اوسع ارتباطا مع الناس وارتباطا مع التمويل. فهذه احد الاشياء الاساسيه. شباب بالسلايد اللي بيحب عم يشوفني على الزوم في مربع دائما في يعني كيو ار موجود على مصادر حتركوا اياها متاحه مجانيه متاحه من اعمالنا او من الاعمال السابقه والاشياء الموجوده رتبنا لكم اياها بطريقه تستفيدوا منها. في هناك سيكون لديكم بامكانكم تحميل كتاب اسمه او نحن دليل اسمه الدليل البصري للاستثمار الاجتماعي عبر هذا الرابط الموجود. في فصل فيه اسمه تصاعد الاستثمار الاجتماعي بيساعدك اكثر بالاجابه على السؤال الاول. السؤال الثاني، ما هو معدل الارباح الذي ينبغي ان احققه في الرياده الاجتماعيه؟ حقيقه معدل الارباح الذي لازم تحققه بالاستثمار الاجتماعي مثل معدلات السوق من الارباح، يعني لا يعني انك انت استثمار اجتماعي يعني انه والله يا جماعه معلش سوق القطاع التجزئه اليوم بيربح 3-7% فانا خلي 1%، لا بالعكس يا عمي بنايات بالعكس انت تربح 7-8-9% حتى تحقق فيها. لكن من الناحيه النظريه ممكن يكون المشروع الاجتماعي في بعض اشكاله عالميه انه ما بيربح ماليا ولكن هو يدار من قبل مانحين حتى يعمل اثر اجتماعي. هذا احد الاشكال الموجوده والمنتشره على فكره وبتشغل المجتمعات الغربيه، انه مش شركات شباب مجتمعات حتى في المنطقه العربيه الكثير من الشركات اللي انشئت واصحابها حقيقه بلاك خي نحن ما نحتاج ارباح بقدر ان تقوم بالمهمه وتغلق الثغره الموجوده في مجتمعنا. لكن عمليا استثمار اجتماعي ينبغي ان يحقق معدلات السوق من الارباح. كمان في نشره موجوده كتبتها معنا اسمها ويندي أبيت، ويندي هي بتشتغل في مركز استثمار ابتكاري في أوكسفورد، تقريبا كل ما تعرفونه عن استثمار اجتماعي خاطئ. هذا مقال كمان نزلوا وطلعوا عليه بيعطيكم تفاصيل أكثر على فكرة ما هي معدل الأرباح التي ينبغي أن نحققها. السؤال الثالث، هل الريادة المجتمعية تهدف إلى الربح؟ ما بتهدف إلى الربح بالضرورة، ولكن مرة أخرى هي تهدف إلى إنشاء قيمة محققة للاستدامة، هي create value قطعا. إذا ما في value لا اجتماعي ولا مالي هي ما فيش لها وجود. الاستثمار الاجتماعي شباب هو شكل من اشكال الرياده الاجتماعيه وبالتالي هو لازم يحقق ريفينيو بشكل اساسي ربحيه ويحقق عائديه في 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 العمل اللي هو عم يشتغل عليه. روحوا على بحث او على مقال هل الرياده الاجتماعيه تهدف ايضا الربح وقوموا بتنزيلها، حتلاقوا في نماذج كامله بتفصلكم ايضا موضوع اشكال الربح في الموجوده في 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 المؤسسات المجتمعيه. اذا هل الرياده الاجتماعيه تهدف ايضا الى الربح؟ نعم تهدف وهذا احد وجودها. سؤال شائع جدا، كيف اقيس العائد على الاستثمار؟ في عائد على الاستثمار الاجتماعي؟ نعم ليس للمعلومه شباب في اسمه استثمار اجتماعي، استثمار ار او اي ريتيرن اون انفستمنت، حساب استثمارك يعني حساب عائد على الاستثمار تبعك. انا حطيت مليون دولار قديش العائد تبعي؟ 3% ولا 5%؟ طيب هل هناك قياس للقيمه المجتمعيه؟ نعم اسمه سوشيال ريتيرن اون انفستمنت، وهناك منهجيه كامله بامكانكم تستخدموا تطبيق اسمه سوشيال ريتيرن على منصة فشل ريتن. هذا تطبيق أيضا متاح لأي مؤسسة تحط بياناتها، بيطلع تقرير من له حبيبنا مقابل كل دولار عم تحطه فأنت عم تأثر 3 أو ربع دولار اجتماعيا و40 سنت على ماليا، فبيعطيه يساعد صناع القرار وقيادات صناع المؤسسات على أنه كيف يعملوا دمج في عملهم بين قياس السوشيال فاليو مع خلينا نقول مع البزنس فاليو. نعم يقاس والقياس تبعه هناك مؤشرات عالميه الان تساعد المؤسسات مثل ما ذكرت لكم شباب العشر سنوات السابقه او الخمس سنوات السابقه اكثر بدا دمج القيمه الاجتماعيه مع القيمه الماليه، فهن اصلا بيبحثوا دائما عن مؤشرات القياس
مثل ما شايفين باليمين، مؤشر اجتماعي ومؤشر مالي. ما فيش اليوم تقول المؤسسة هي فقط والله نحن عم نربح وحرقنا أبو البيئة كلنا، نحن عم نربح والمجتمع نصف فقراء. اليوم تقرير الجزيرة وغيره من التقارير عم يتكلموا 33 ملياردير عربي شباب يمتلكون ثروات المنطقة العربية، و33 واحد يا جماعة بيمتلكوا ثروات، هن صناع القرار المالي في المنطقة العربية. يعني هذا ليس توازن. الله يرزق العالم. نحن ما دخلنا، لا أتحدث عن أشخاص، أتحدث عن حالي. أهل الاقتصاد، أهل المجتمع، أهل خلينا نقول الميزان الذي الله أنزلنا فيه، كل هذا مش هذا حالة رأسمالية مش صحيحة يا شباب. لما يكون 33 شخص يمتلكون هي أهم مصادر أو مصادر أو القرار المالي في المنطقة العربية، هذا نوع حقيقة من المخاطر، وهذا يعد من الأمن المجتمعي اللي يجب نتمنى من الله عز وجل أن تظهر حركات ومبادرات وشركات ومؤسسات وباحثين وأكاديميين وصناع قرار، وأيضا وعي مجتمعي بأنه يجب أن يكون الموضوع فيه توازن. في مؤسسة اسمها GIIRS بتعطيكم مؤشرات للمؤسسات كيف هي تضبط حالها، وIRIS Global Impact Investment Network أيضا تعمل هالشيء، ونحن بنحاول دائما نطلع تقارير بسيطة بالتعاون معهم في المنطقة العربية على أنه ما هي مؤشرات نجاح الاستثمار الاجتماعي وكيف يقاس وكيف بتساوي مؤسستك لهذا المجال. السؤال الأخير، هل هناك، أنا أخذت قرار لاتخاذ استثمار اجتماعي، تحمست كثير ودقت فيني الحماس وبدي أفتح شركة استثمار اجتماعي، كمان يعني روق شوي علينا، المفهوم كله 5-6 سنوات طالع، في كثير بده مناخ استثماري يساعدك على الموضوع، بده مجتمع أنت فعلا احتياجاته. لذلك شباب الهند الآن من أهم الشركات اللي فيها استثمار، شركات استثمار اجتماعي، لأنه احتياجات المجتمع أصلا نظام القانوني في الدولة بيساعد المؤسسات أن تقوم بتغطية احتياجات المجتمع، بالتالي نشأت بشكل كبير. البرازيل طبعا من الشركات والمؤسسات اللي نشحت في تحقيق الموضوع. رواندا اللي كانت مثلنا داخلة بحروب المنطقة العربية، أكثر من المنطقة العربية دخلت في حروب وصراعات، بدأت تتعافى بسبب كثير من يعني مؤسسات السوشيال انفستمنت وتجربة الآن يعني جديرة بالاطلاع عليها. في بعض الدول الإفريقية، بعض دول الاتحاد السوفيتي السابقة، أوكرانيا وغيرها عملت بعض المختبرات في الاتكال الاجتماعي والمبادرات، حققت نجاح ملموس جيد. احتياجات المجتمع مهمة شباب، إذا المجتمع مش مصحصح ومش واعي معك وساعته مخربط ما بدأت تفوت بها القصة، هتلاقي حالك في تحديات كبيرة. معايير اتخاذ، إذا معايير مرتبطة بالمحيط ومعايير مرتبطة بالمشروع ذاته، مشروعك بده يكون له أولا جدوى مالية مثل غيره، وبده يكون واضح جدوى الاجتماعية تبعه، وايضا قضيه التمويل واضحه بالنسبه لك، مش هي عباره انه اخذت مصاري بتحميني وشحدت من هون وركبت من هون وبعدين انا بعمل مشروع اجتماعي وتعالوا ساعدوني، ولا هو موضوع تاخذ فيه كل اعمال وتاخذ فيه كل مهمه الاستثمار الطبيعي، ولكن بدك تنتبه انه هو في له جدوى اجتماعي. في بعض الاوراق بسموها دراسه الجدوى الاجتماعي، لم تطلب كثيرا لساعه الممارسه الجديده، مره اخرى اتوقع ان الممارسه بصير بكره تدمج بين الجدوى الماليه والجدوى الاجتماعيه، وهذا احيانا جزء مبشر لصناع القرار المالي ان ينظر بصوره اكبر ومنظور واسع اكثر من المنظور الضيق اللي كان ينطبق فيه في الادبيات السابقه. معايير مرتبطه بمؤسستك، اذا كنت انت مؤسسه هل مواردك متاحه، هل توجهك الاستراتيجي في المؤسسه، هل طبيعه الاندستري اللي انت فيها، الصناعه اللي انت فيها ممكن يكون فيها هذا المجال، فبدك تنتبه لهذه القضية وانت عم تاخذ قرار انك تتحول او انك تعمل دمج بالاستثمار الاجتماعي. سريعا ختام على بعض الملاحظات، 5 خصائص للمستثمر الاجتماعي، لانه اخوي واساتذتنا الافاضل سابقا في المؤتمر غطوا كل هذه الاشياء، لكن انا من باب مرة اخرى لملم الموضوع. في عندكم في قدرات شباب عقلية ممكنة، وفي قدرات في عقلية ممكنة مايند سيت تمكن الاستثمار الاجتماعي، وفي كابابيلتي تمكن الاستثمار الاجتماعي. على مستوى القدرات لازم يكون عندك عقلية ريادية، العقلية الريادية المايند سيت مهم جدا. تربيشير شباب مش هو بزنس يجوال، بس مش عمل فتحت أنا صرت رائد أعمال، مو أنت لك 20 سنة بالمهنة عم تربح منها بعد والله أنا رائد أعمال وفاتح مطعم والله فاتح عليك أصلا، لا هذا بزنس يجوال بس أوكي ممتاز وجيد. الريادة من اسمها، من مصطلحاتها، من النشوء المصطلح تبعها، أن تذهب إلى أماكن تغلق الفجوة بين الطلب والاحتياج، الهيدن نيد بسموه، الاحتياجات الخفية الغير واضحة التي يمكن أن تساعد على الاستجابة بهذا الموضوع. إذا هذا نسميه نحن العقلية الريادية مهمة جدا، إذا أردت للتجربة عندك أصلا المايند سيت تبعك أنك أنت تجرب، أنك أنت تتعامل مع المخاطر،
انك انت اوريدي الفطور تبعك الصباحي انك في تحديات وحتى في مشاكل وحتى في فينك تتعامل معه بشكل اساسي. شباب في مقياس شارككم فيه الاخوه الله مشكورين في بيفون اسمه مقياس، في مقاييس حساعدكم فيها حنشارككم فيها عبر الروابط، رابط اسمه مقياس العقليه الرياديه لمن اراد ان يدخل باستفاد وبيطلع معك تقرير عن حضراتكم هل تمتلك العقليه الرياديه الكافيه، تطلعوا على انواع المايند سيت الموجوده وبعض الارشادات اللي انت حتى تقوي حالك بهذا الجانب، لانه اذا ما كانت المايند سيت واضحه المشروع شباب في لحظه معينه حتفقد حماسك فيه قبل ما يكون عندك ادوات وسكيلز وحماس بيكون انت اصلا شايف القصه بهذه الطريقه. شباب فوتوا على الروابط من موقع كمبيوتر بشكل اساسي اذا تتكلموا، غالبا دخول من الايفون على بعض الروابط المقياس، انشاء الحساب للمقياس ممكن يكون مو دائما في بعض الاصدارات، فتكرما فوتوا عن طريق الويب سايت بشكل اساسي او الاصدارات الجديده او التابلت اللي هو يعني في مزودات مشان ما يعمل معك مشاكل بالخدمه. مشكل بعض الاخوه اللي فاتوا احيانا ما عملوا الريجستريشن، كان في عشرات الناس فاتت شباب، فالمقاييس موجوده لخدمتكم والاستفاده منها علميا في انك انت تعرف قياس العقليه الرياديه. 2 خصائص الخاصيه الثانيه ان يكون لديك فاعليه اجتماعيه، وايضا ارسلنا لكم مقياس الفاعليه الاجتماعيه يقيس قدرتك على انك انت مندمج في المجتمع، تهتم بقضايا، لديك اراده في تغيير المجتمع نحو الافضل. ما بيجيني واحد سامحني تنبل وبعدين بيقول والله عندي استثمار اجتماعي، انت حبيبي اذا بيطلع بايدك يعني تروح على عمل تبعك وترجع نحن نكون ممنونك. فانتبهوا شباب الفاعليه مهمه جدا، تربطك قديش انت مجتمعك، قديش انت عندك انجيج، عندك ارتباط في المجتمع، قديش فعلا عندك ممكنات لهالموضوع، ما بدنا كمان قضيه شباب حماس، ولو ارادوا الخروج لعدوا لها عده. احيانا انت همتك عاليه، امورك ممتازه، ولكن في لها متطلبات، في نوع من في نوع من الانضاج الظرفي اللي حتى تبادر فيه بفكرتك، قد تكون عندك فكره ممتازه، لكن من الحكمه ان تنتظر الظرف المناسب لها. مقياس الفاعل الاجتماعي بيساعدك على انك تشوف قديش انت فاعليتك من 100 60 70 80 لا اخي انا في مجتمع لانه انا بحوي الافاضل من كل المنطقه العربيه فاهم بهم، ففي بعض شباب انا بعرف انه في بعض الدول اصلا الشباب فاعلته الاجتماعيه اقل لانه ظروفهم مش هن اللي فاعليه، وبالتالي يقيس المقياس الموضوع بيعطيك مقارنه مشان تعرف تماما قديش انت عندك قدره على هذا الموضوع. من خصائص المستثمر الاجتماعي يكون عنده ابتكار اجتماعي، وحضراتكم حضرتوا او اظن غطى المؤتمر موضوع الابتكار الاجتماعي، وخلاصته تطوير حلول متمركزه حول الانسان هيومن سنترد ديزاين سوليوشن تكون بسيطه ومجديه وقابله للتطبيق. حملوا كتابين، الكتاب الاول اسمه الابتكار الاجتماعي دليل بصري 200 صفحه بنحكي الستوري كلها تبع الابتكار الاجتماعي، وكتاب بيساعدك كيف تطلع حل الابتكار الاجتماعي اسمه التفكير التصميمي في الابتكار الاجتماعي، متاح لكم تنزلوه مجانا تطلعوا عليه وتشوفوا حتى نساعدكم على بناء الخصائص الأساسية الأولى في موضوع القدرات الممكنة، أول واحدة ابتكار اجتماعي، ثاني واحدة يكون عندكم قيادة مجتمعية. قيادة مجتمعية حديث ذو شجون شباب، مثل مبادرة المخيم، مثل ما اللي عملوه بيفول مشكورين، يعتبر مبادرة قيادية لوعي في القيادة المجتمعية، يمتلك القدرة على قيادة وتحريك موارد المجتمع وحشدها نحو قضاياها الحقيقية من خلال موارد هذا المجتمع، من خلال أهل هذا المجتمع، من خلال قيم هذا المجتمع إلى آخر هذا الموضوع. ويكون عندك فطنة مالية، أنا أسميها فطنة مالية مشان ما أحد يقول لي إدارة مالية ولا ذكاء مالي، لا خليها الإيكومان فطنة، ثقافة مالية، أنت عم تعمل مشروع، بالتالي شباب فيني واحد مو عارفان الفرق بين الربح والهامش وبين النمو وبين العائد وبين كذا، لا يا عمي هو في لغة مالية كاملة فيه، يكون عندك عقلية استثمارية، بتعرف تماما كيف تشوف الفرصة وكيف تستخدمها. حملوا أيضا نشرة اتجاهات اسمها صعود، يعني يتحدث عن نماذج المالية الاجتماعية، حملوها كما هي موجودة عندكم في السلايد، نماذج ملهمة. طلعوا على اعمال منظمه ايكومان اظن ذكروها كمثال قديم جدا على 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 مؤسسات، وهي اول من اشتغلت في رواندا وغيرها من الدول، بتمنح هي هذا نموذج من نماذج المؤسسات المانحه الاجتماعيه، فهي 110 مليون دولار تقريبا مشاريع ابتكاريه اغلبها في الهند طبعا وباكستان وهذه الدول، تخدم زبائن ذوي دخل محدود موجوده في 13 دوله. شركه عملنا اسمها بارون فيجيه، بتشتري دفتر ازرع شجره،
نموذج ايضا شهير جدا، وهي شركه بدن، يعني هي اصلا انشئت لابتكار اجتماعي اوروبي، فهي عندها تحدي مجتمع التصحر وتضاقل الاشجار، قيمه ماليه من خلال الدفاتر تبعها، قيمه اجتماعيه، هي تلتزم بزراعه الشجر رسميا امام الحكومه، اثرها الاجتماعي، زرعت الشركه 52 الف شجره في اكثر من 30 دوله حول العالم، وزارات ما بتزرع هذا الرقم احيانا شباب. نظارات الى كل من يحتاجها، اسمها واربي بيركر، معروفه هي اصلا واصبحت مميزه، تحدي المجتمع، تقول الشركه انه 7.3 مليون فرد او العالم يحتاجون الى تقويه ونظارات بصريه، بيع نظارات طبيه بنسبه ربح 20%، القيمه الاجتماعيه، تلتزم امام الحكومه، امام كل نظاره بتبيعها بتروح بتقدم كلفه نظارات الى منظمات في مجتمعات تعمل بها الامام، اثرها المجتمعي، وزعت قيمه مليون نظره حول العالم تقريبا، وهي تعمل بالبزنس عادي جدا، ولكن هذا النموذج جميل جدا وفي التزام. طبعا شباب في النظم القانونيه لدول الشركات مش على كيفه، بيطلع بيعلن وبعدين ما بيساوي هالكلام، يعني في اداره ضرائب تتابعه، في مسائله حكوميه حوله، في مجتمع بيساله انه حبيبي حسين اشترينا من عندك لانه انت مقابل تعمل هيك، مش هي عباره عن في شفافيه بتساعده، في نظام قانوني، في ايكو سيستم بيساعد على نجاح الموضوع. من الاشياء الملهمه اقراوا بعض الكتب، كتاب اقتصاد الفقراء كتاب جميل جدا ويشرح القصه الأساسية لاقتصاد الفقراء وكيف أنه القيمة الاجتماعية مع القيمة المالية كيف لازم تتركب من خلال قصص ونماذج ذكرها المؤلف. كتاب الستة الزرقاء اللي هي ألفته جاكلين نوفوغرانس، جاكلين هي اللي أسست إيكومن، وبتحكي لكم عن رواندا، وبتحكي لكم كيف رواندا انتقلت، ومن وبتحكي كيف نشا مفهوم الراس المال الصبور، وكيف انه بحاجه الى نماذج اعمال. علما ان جاكلين هي بنت العمل المصرفي الراسمالي البحت، يعني هي من معاقل البنوك الربويه والاقتصاديه الكبرى، انتقلت وذهبت هالشكل، فبالتالي قوتها الماليه خبرتها استطاعت يعني انه تنتج نموذج نعتقد انه جيد. وبعض يعني في طبعا ملاحظات في بعض القضايا تتعلق بالربا او شيء، بعض الناس عندهم ملاحظات كفكره وطورت نموذج، انصح الاطلاع. اقراوا كتابه، هو قصه ذاتيه اسمه الستة الزرقاء، سد الفجوه بين الاغنياء والفقراء في عام المترابط. في شباب شباب اسمه إثمار مشكورين في السعودية قاموا إلى زيارة ببريطانيا، والتقارير كلها موجودة يا شباب، الكتابين لا يعني هن يشترون، لكن التقرير موجود اسمه تمكين الريادة الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي، التجربة البريطانية، زاروا حوالي 15 مؤسسة بريطانية ولخصوا أعمالهم وممارساتهم في الاستثمار الاجتماعي، أيضا تقرير جميل اطلعوا عليه. وأيضا سيكون معكم نهاية دليل الاستثمار الاجتماعي، دليل بصري، مرة أخرى بتمنى تنزلوه تطلعوا عليه، حاطين فيه كل القصة التفصيلية للاستثمار الاجتماعي، نشارككم فيه حتى تطلعوا عليه. الخطوة التالية في المنطقة العربية شباب هي إنشاء صناديق استثمار اجتماعي، توسيع مشاريع القطاع الخيري، إطلاق ريادة الأعمال الاجتماعية، تبني المشاريع الناشئة، وهي أحد أشكال على فكرة الرعاية الاجتماعية هو المشاريع الناشئة، شركات اجتماعية حول العالم عبر شبكات مهمة بتساعدنا من تبادل الخبرات وبناء القدرات بهالمجال، ما زال مجال حديثا، وبالتالي نحن بحاجة إلى أكثر أو إلى وجود يعني خلينا نقول خميرة أو كتلة أو خلينا نقول كتلة حرجة تحرك الوعي في ربط القيمة الاجتماعية والمالية. أخيرا شباب يعني نوصي أنفسنا وإياكم في عملية العمل المجتمعي، بداية هو يعني احتساب في توليد القيمة الاجتماعية، قيمة الأثر تحتسب ما تفعلونه. شباب العمل الاجتماعي بده صبر، ما بده شهرة كثيرة، ذئاب الثلاث ذكرها الدكتور عبد الوهاب السيري الله يرحمه، انتبهوا من ذئاب الثلاث، المال بحد ذاته كغاية مش مطلوب، ولكن دائما هو الاستغراق بالتعامل معه مهم، ذئب المعلوماتية، لا تخوضوا شباب بمعلومات وتراكموا معلومات دون عمل، وذئب الشهرة. العمل الاجتماعي شباب بدك تكون تعاملك مع الشهرة شوي يعني بده يكون قواعده واضحة، ركزوا على نقاط قوتكم بشكل أساسي، فهم المجتمع وقيمه، نحن أولاد مجتمع له ثقافته وثقافته عظيمة وقيمه محرر عظيمة، له تحديات، ولا يجي واحد والله رحت على سويسرا رجعت على اليمن أو رجعت على مدينة معينة ولقيت حالنا تعبان، لا يا عمي ارحم ناسك وارحم مجتمعك وخليك ابن جذور هذه الأرض. شباب العمل المجتمع بده تشاركية وتعاضد، ما بيشتغل يعني ما في واحد اسمه سوشال وقاعد بيشتغل لحاله اللي يبني امبراطوريات شخصية بقدر ما هو أحيانا يحدث الأثر الاجتماعي المطلوب. يعني هذا والله أعلم، يعني ضمن الوقت المتاح أني أعرضكم خلطة عامة، مع جزيل الشكر لكم والإخوة، واللي بتمنى أني أنا أكون غطيت كل النقاط الرئيسية حولها، وأيضا يعني بشكر زميلي الدكتور معني ساعدنا في أيضا يعني ترتيب هذا اللقاء معكم أو في ترتيب هذه المحاضرة وعرضها معكم. شكرا للجميع، وتلقى الأسئلة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
تحياتي أستاذ غياث، ما شاء الله عنك، يعني محتوى علمي رائع جدا ومفيد، حتى هذا ليس رأيي فقط، هو أغلب التعليقات تشيد بالمضمون العلمي لهذه المحاضرة الله الطيبة. يحفظه. جزاك الله خيرا وتقبل أعمالك. طبعا هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية التواصل معك. نذكر المشاركين بأن بيفول ستسمح لجميع المشاركين بالتواصل عبر منصتها مع المدربين المشاركين في هذا المخيم، وأيضا هناك أسئلة أو تذكير بأبرز الكتب التي ذكرتها، لأن نحن سنشارك استاذه هبه، انا استاذنت، هذا السلايد سيكون جميعا مع يعني انا اقترح الاخوه استاذ بشار والاخوه في الاداره اذا شاكرين يتيحوا هذا السلايد للناس يعني حتى ياخذوه، يعني تماما هو نعمل على بين ذلك ايديهم. اتباعا إن شاء الله. نعم سيكون بين ايديهم كل هذا السلايد مع روابطه مع كل الاشياء، فمرحبا بهم يعني. ممتاز. يحتاجون أسماء الكتب، إذا تكرمت ممكن نعيدها سريعا. في كتب بس من باب القصة العامة يعني مثل اقتصاد الفقراء أنصح بكتاب بقراءته، السترة الزرقاء أنصح بقراءته، تمكين الريادة الاجتماعية كتقريب أنصح بقراءته، أيضا في كتاب كلاسيكي طبعا هو كيف تغير العالم، أو عفوا كتاب بس اسمه كيف نغير العالم، هذا كتاب ترجم وهو من كلاسيكيات يعني الاستثمار الاجتماعي موجود يعني يمكن يقرأ، لكن هذه الكتابين هذول هم يعني خلينا نقول اكثر يعني حداثه من الكتاب الاول، فبس من باب الاطلاع ومثل ما ذكرت لاستلهام الاخوه المشاركين يعني استلهام بعض افكار اثناء قراءتهم لهالموضوع هذا. تمام. طبعا كما ذكر أستاذ غياث، سيكون العرض بين أيديكم وبيفول تتولى هذا الأمر، وأيضا بالنسبة لمن يسأل عن الروابط موجود كما رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة بيفول على يوتيوب وتويتر، هذه المحاضرات مصورة بإمكانكم عودة مشاهدتها. وطبعا أستاذ بشار يخبركم لاحقا عن كيفية نشرها على المنصة إن شاء الله. هناك تساؤل كان عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية، كيف نرشد دورها أكثر للاستفادة من موضوع أو ترشيد موضوع الاستثمار الاجتماعي لكي لا تحيد عن هدفها الأساسي في خدمة المجتمع؟ ما أفهم ما السؤال الثاني بس شو؟ المنظمات الخيرية والجمعيات نعم الإنسانية، كيف نرشد دورها أو نضعها على السكة الصحيحة للاستفادة الحقيقية من الاستثمار الاجتماعي؟ تمام أخي، هذا اليوم في شيء اسمه يعني هيك خلينا نقول حزمة بسموها إدارة التحول، يعني إدارة يعني تقوم المنظمة الخيرية مهما كانت بسيطة صغيرة ولا متوسطة ولا حتى كبيرة بإجراء سيشن استراتيجي هدفه قيادة التحول في مبادراتها ومشاريعها، بإضافة يعني خلينا نقول وحدة معينة تعنى في الاستثمار الاجتماعي. هذه كانت الفتوى الأولى تبعنا لعشرات المؤسسات، أنه بداية نعمل وحدة صغيرة هدفها التدرج في إدماج المؤسسة الخيرية أو المؤسسة يعني التي يعني أو العمل الخيري، إدماجه في ممارسات الاستثمار الاجتماعي على مبدأ إخواننا الأتراك واش واش يعني على مهلهم، لكن بداية بنحط خطوات الاستراتيجية، اثنين بنحط تدريب او بيطلعوا تماما على الممارسات لازم يساووها، بيعملوا بايلوت صغير نموذج اولي، المؤسسه بتعمل بتجرب بمشروع صغير من حقها تكون عندها ابتكار، اي جمعيه شباب يكون عندها تجربه صغيره في مشروع صغير تقيم كيف مارسته، لانه كل مؤسسه لها وضع شباب بحسب البلد، حتى في الجزائر المغرب فلسطين سوريا يعني انت حسب بلدك، ثم تقيس الخبره اللي طلعت معك. خلاصه اخي هناك يعني هناك خلينا نقول خطوات نسميها نحن خطوات التحول الى الاثر الاجتماعي، مش هي عمليه عشوائيه وهي متاحه للاخوه في هذا المجال، ذكرنا ذلك في كتاب اللي حتاخذه الابتكار الاجتماعي، حاطين خطوات ادماج الابتكار الاجتماعي في المؤسسات الخيريه فارجع له يعني. جميل. هناك أيضا كان سؤال عن نماذج عملية ممكن تذكرها إن أمكن في الاستثمار الاجتماعي، كنت قد ذكرت في السلايد بعض الأمور، ولكن هناك سؤال عن هذا الأمر إذا ممكن. النماذج يعني هي لحالها تحتاج احيانا قراءتها وشرحها وقت، لكن يعني خلينا اقول لك مثل ما ذكرت يعني في شركات حتى عربيه شباب يعني جيده
قامت في بعض المبادرات في موضوع الاستثمار الاجتماعي، او في جمعيات عملت صناديق في هذا المجال تدعم الاستثمار الاجتماعي، نسبه كبيره منها في الاخوه في المملكه العربيه السعوديه. الوعي هذا على فكره موجود في جزء من بعض المؤسسات الصغيره في المغرب، بعض المبادرات الصغيره في مصر. فيعني الامثله كثيره، ما ممكن ناخذ مثال، ما حياخذ وقت الاجابه عليه كثير، ونحن اظن محكومين بوقت. ممكن ترجع الى التجربه البريطانيه وتشوف بعض النماذج الاجنبيه بهذا المجال وبعض الامثله الموجوده في 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 يعني. طبعا على فكره شباب، بيفول اظن هي شركه استثمار اجتماعي يعني بالدرجه الاولى، اخذت شكل يعني اخذت يعني شكل او فكره التطوع ووضعتها في اطار اداري، وعلما انه هو مفترض يكون اطار تملكه مؤسسات وحكومات، الا انه هي غطت ثغره، ونسأل الله أنه يعني يلعبوا هذا الدور ويوفقوا في هذه المهمة، لأنه هو نموذج هجين بين عمل اجتماعي وعمل أيضا مؤسسي، فكلاهما يعني هذا أحد الأشكال الأساسية أعتقد. يعني أستاذ بشار إذا وافقني بهذا الموضوع، يعني أنا دخلت على الدكتور لكن أظن بيقول هيك يعني. نعم، الله يبارك فيك. تماما معك حق، شكرا أستاذ. سؤال إذا ممكن مرة ثانية، عن هل من الممكن الاعتماد على التمويل الجماعي في الاستثمار الاجتماعي لفترة؟ يس. نعم نعم مولانا، نعم، إذا كان النظام الحكومي والقانوني وإلى آخره ما في عندك أي يورطك بأي ورطة في التمويل الجماعي. بالعكس اليوم في سوشيال كراود فاوندينج، اللي هو يعني اللي هو عمليا، شو شباب ما بدي استطرد كثير، ولكن يذكر في التاريخ العربي الاسلامي ان الاوقاف، موضوع على موضوع الاوقاف وموضوع الزكاه، لكن الاوقاف كانت تعطي احيانا، كان هناك وقفيه ل ل ل ل ل ل لدابه امام الاموي في الشام، دابه يعني السياره تبعه شباب، يعني حمار المفتي او حمار الامام تبع الاموي كان له وقف خاص. فلما كانوا يسالون او شو الحكمه منه، بيقول لك لانه الوقف المؤسسه الشرعيه او الـ او الـ او الـ او الـ او الفقيه يجب ان يكون مستقلا عن كل حدا يضغط عليه، لا بياخذ من اموال حكومي ولا بياخذ من اموال خاص، فيعطى من اموال عامه لتاكيد على استقلاليته، حتى ما يكون حدا يضغط عليه، حتى ما يكون له منيه عليه في قضائه. فقالوا فقد اوقفوا هناك اراضي في الغوطه، اوقفت لدواب ائمه الاموي وفقهائه ويعني خلينا نقول يعني ومفتي. السبب مرة أخرى كراف وغيره، يعني سبب نفهم بس سبب المقصد من هذا الموضوع، الحفاظ على استقلال القوى المجتمعية. ما في حدا بيأكل حدا بسبب المال، فالقوة المالية يعني فصل السلطات كان موجود، السلطة القضائية ما لها علاقة بالسلطة العسكرية، ما لها علاقة بالسلطة التشريعية، لأنهم كلهم كان عندهم استقلال بهالموضوع. فالوقف كان يساهم كبير بشكل كبير في استقلال المؤسسات. كراف فاوندينج اليوم بيساعدك على أنك تطلع مشروع، انت مسؤوليتك في قدام المجتمع وحليت قصه يعني امام المجتمع، فكثير ممتاز. يعني بس هيك الفكره، وقت بضيق اني اشرح لكم شو يعني شو المقاصد الاساسيه للموضوع، لكن حطوها ببالكم هي القصه. تمام استاذ، هناك سؤال عن المقاييس التي ذكرتها في المحاضره. نعم. هل الوصول نعم. لها متاح؟ بتسجل، نعم متاح، مفتوح الان لمده لاخر المؤتمر. العقليه الرياديه متاحه والفعاليه الاجتماعيه متاح، بس بستأذنكم يعني كون هو منصة مقاييس، فبدكم تعملوا اشتراك، يعني مو اشتراك بس تحطوا بياناتكم، لأنه بدي العمر والاسم وكذا. بعد إنشاء البيان بعد الاشتراك مباشر يتاح لك التقرير، تطبع التقرير، هو نسخة خاصة فيك لك وفقط بكل بساطة. مرة أخرى إذا يعني واجهك مشكلة في التسجيل من الآيفون، خبرونا أو بعثوا للشباب في هذا، أو أنا عم بقول لكم من الآن، فوتوا عن طريق الكمبيوتر اعملوا الحسابات، بعد ما تعملوا الحسابات فوتوا عليها مين ما كان. باقي الروابط كلها متاحه، ما بتحتاج منك اي اشتراك، فقط داونلود المصادر اللي حطيت لك اياها حتى تكون واضحه عندكم. يعني انا حطيت لك كل نقطه مصدر مشان انت تكون تتوسع فيها بمنهجيه ليست طريقه عشوائيه. نعم، اخر سؤال ممكن ناخذه، بماذا تنصحنا لخلق مصادر متعدده للتمويل للاستثمار الاجتماعي؟ والله سؤال مصادر جميل. متعددة. نعم، يعني كمان بده قاعده هذا، لكن خلينا نقول اعمل بورتفوليو، يعني اعمل انت محط، يعني خلينا نقول جمله حلول في تمويلك. بدايه اولا قبل ما اقنعك بالتمويل، بقنعك انك اولا اعمل لي شيء تجذب الناس عليه انه تمولك، يعني طبخ طبخه صح، اعمل بروتوتايب اولي مقنع، اعمل اول شيء جيد، افعل شيئا كما يقال على الايمي، حتى الشباب باللغه العاميه بنقول يا اخي اعمل شغله عليها الايمي، بلغه البزنس كرييت فاليو. هلا بس تبتكر فاليو جيد
على قدر ابتكارك الفاليو الجيد، على قدر ما حتقدر انت تنوع مصادر التمويل تبعك. يعني يمكن هذا سؤال جواب يمكن خارج الصندوق، تتوقع الناس اني انا اجاوب روح اعمل كراود فاوندنج جزء، واعمل من جزء منه وقفيه، وجزء منه اعمل استثمار، جزء منه اعمل شراكه، وجزء منه يعني نوع مصادر دخل. لكن قبل كل هالكلام اعمل فاليو جيده هي تستحق انه تاخذ دعم، يعني دعم او انك انه 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 الناس تتفاعل معك في تمويلها او التفاعل المالي معها. بس هذا يعني اهم نصيحتي، قبل ما تعمل مصادر تمويل اعمل فاليو هو يستحق انه الفاليو الجيد شباب حيلاقي له تمويل يعني يساعده على الانطلاق بشكل اساسي. الله يبارك فيك، إن شاء الله مشكور الله جدا. يحفظكم. طبعا هناك إعادة السؤال على أرقام التواصل الاجتماعي لحضرتكم ولجميع المحاضرين في هذه في هذا المخيم، ممكن إذا كان في اسم سريع على السوشيال ميديا، وأيضا أستاذ بشار إذا ممكن تزويد الحضور بالمخيم بأرقام للتواصل مع المدربين في هذا المخيم الجميل. بس في ملاحظتين اجتني سؤالين. سؤال الاول عم بتقول اختي ان كل المحاضرين ركزوا على اكدوا على الانتباه من المال والتركيز عليه واكدوا على الهدف الاساسي. للتوضيح الاخت يعني عم تسال، وركز على ابتكار قيمه كرييت فاليو سواء كانت قيمه اجتماعيه او قيمه ماليه، يعني هذا اللي بس بدي اركز عليه. لا يعني اذا انت ركزت على قيمه اجتماعيه ما ركزت على القيمه الماليه، ولا يعني اذا ركزت على القيمه الماليه انك انت غلط، ولكن مره اخرى سوشيال انفستمنت هو بيركز على ابتكار قيمتين مع بعض. سؤال ثاني بس كمان جاي من اسئله، انه هل هناك نماذج نماذج لقياس الاثر؟ فوتي على المنصه في دليل كامل بيطلعك على ثلاث نماذج، اصلا رابط معكم بتطلعوا الاخوه المعني او الاخت اللي سالت على السؤال او الاخ اللي سال على موضوع النماذج، بلاقي ثلاث نماذج، لكن بلاقي في تطبيق يجمع كل هالنماذج بيساعدك اذا عندك مشروع تحط بياناته تطلع تقرير عن اثر هذا المجتمع. واشهر منهجيه اسمها اي اس ار اللي هو اللي اس سوشيال انفستمنت، يعني اللي هو الاس ار او اي، يعني هذا النموذج اللي نحن بنستخدمه. اظن هي يعني بعض الاسئله جاوبنا عليها بشكل اساسي. جميل جدا، مشكور كل الشكر من جميع من حضر واستفاد وتابع خلال هذا المخيم، وأنتم من الرواد في الأزمات وفي صناعة الرائد المجتمعي. كان معنا الأستاذ غياث الهواري من تركيا، مستشار التطوير القيادي والاستراتيجيات ومؤسس شركة سبر تصميم الأعمال ومؤسس منظمة قدرة لحلول التطوير المجتمعي. شكرا جزيلا لك، وشكرا شكرا لكم، شكرا لأخوي إتاحة هذا اللقاء، ويعني ولك أستاذ هبة على التنسيق. نلقاكم دائما إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. بوركت أعمالكم جميعا، جزاكم الله خيرا. نصل الآن إلى ختام المحاضرة الأولى خلال هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن الاستثمار الاجتماعي خلال ملتقى ومخيم الرواد في وجه الأزمات الذي تنظمه بيفول. وطبعا الآن أترك الميكروفون للأستاذ بشار الحراكي ولفترة الاستراحة لمن أحب. شكرا جزيلا استاذ غياث، شكرا استاذ هبه، الله يعطيكم الف عافيه. ما شاء الله ماده رائعه وفائده. انا عم بقرا هيك بعض الرسائل، واضح انه الاستفاده كبيره جدا، و يعني ان كان ما قدمه الاستاذ غياث او ما قدمه المدربون السابقون، يعني الحمد لله الانطباعات جدا رائعه، ويعني من كل انحاء العالم العربي ومن العرب المشاركين ايضا من خارج الوطن العربي. ايضا الكل يثني على المدربين وعلى الماده العلميه التي يعني تقدم والفائده الكبيره التي حققوها، ويطالبون ان شاء الله باستكمال ربما وتطوير مثل هذا النوع من الانشطه، ونحن ان شاء الله سنقوم بذلك بالتعاون مع الاخوه المدربين جميعا. الان هي فتره استراحه، يبدو بقي 6 دقائق لمن يرغب بالصلاه او الاستراحه، ثم سيكون معنا إن شاء الله سنعيد الإدارة للأستاذة هبة، وسيكون معنا الدكتور زهير. الآن 6 دقائق لمن يرغب استراحة، ثم نعود مجددا إن شاء الله.